يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 40، الصغرى 28، الإسكندرية 34، 25، مطروح 32، 24، بورسعيد 33، 27، الإسماعيلية 41، 26، وجوها الشديد الحرارة. بالنسبة لي السويس 40، 26، العريش 36، 25، طابة 39، 26، شرم الشيخ 43، 30، الغردقة 43، 31، وشديد الحرارة أيضا. بالنسبة لي الأقصر 45، 30، أسوان 46، 31، الوادي الجديد 44، 28، شلاتين 42، 29، حلايب 36، 30، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.